أهلا بكم. نجحت قوات العدو في التسلل إلى الضفة الغربية اعتبارا من 16 من أكتوبر في منطقة دفرسوار شمال البحيرات المرة، بعد أن قامت طائرة الاستطلاع الأمريكية الأحدث SR-71 بلاك بيرد في أول استخدام لها بتصوير الجبهة واكتشاف ثغرة بين رأسي كباري الجيشين الثاني والثالث الميدانيين. في 18 من أكتوبر اندفعت فرقة مدرعة بقيادة شارون في الضفة الغربية مدعومة بلواء مظلي بقيادة داني مات على محورين رئيسين هما الطريق الترابي شرق ترعة الإسماعيلية والتي تعرف بترعة الحلوة وطريق المعاهدة، في حين قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن هجمات عنيفة على مواقع الدفاع الجوي وأماكن تجمع القوات والكباري. تقع مدينة الإسماعيلية على الضفة الغربية لقناة السويس وتطل على بحيرة التمساح، وهي إحدى مدن القناة الثلاث الرئيسة، بها مركز قيادة الجيش الثاني الميداني، لذا فسقوطها يشكل نصرا دعائيا كبيرا للجيش الإسرائيلي، كما يمكنه من السيطرة على خطوط إمداد الجيش الثاني بأكمله وتهديد ثلاث فرق شرق القناة، كما أن بها مطارا يصلح لكل أنواع العمليات. بدأ البطل لواء أركان حرب عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني الميداني في تنظيم القوات واتخاذ الإجراءات لحماية مداخل المدينة ومنع القوات الإسرائيلية من عبور ترعة الإسماعيلية لتطويق الإسماعيلية، كما قام العميد أركان حرب حينئذ محمد عبد الحليم أبو غزالة بتوجيه كل كتائب مدفعية الجيش الثاني على محاور تقدم العدو، في حين قامت عناصر المهندسين بتلغيم الجسور الأربعة على ترعة الإسماعيلية كخط دفاع أخير. حاولت الدبابات والمدرعات الإسرائيلية على مدار يومين التقدم على كل المحاور في محاولة مستميتة لعبور ترعة الإسماعيلية وتطويق المدينة، إلا أنها فوجئت بنيران الأسلحة المصرية ومضادات الدبابات تنهمر عليها من كل جانب لتسقط المئات من جنود العدو بين قتيل وجريح وتدمر العشرات من دباباته ومدرعاته، وتنجح في دفع قوات العدو إلى الجنوب بعد أن قامت عناصر المهندسين بإغراق المنطقة بمياه الترعة الحلوة لتغرق المدرعات الإسرائيلية تماما في الوحل وليتوقف الهجوم الإسرائيلي نهائيا بعد طلب شارون إمداده بعدد كبير من المروحيات للمساعدة في عمليات الإنقاذ وسحب القتلى والجرحى، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من قبل القيادة لعنف المعارك والخوف من إسقاط المروحيات. كانت معركة الإسماعيلية نقطة تحول حاسمة في مسار معارك أكتوبر، فقد تفوق لواء مظلات وكاتبتا صاعقة على فرقة مدرعة إسرائيلية مدعومة بلواء مظلي، ونجحوا في ردع قوات العدو ومنعه من تهديد خطوط إمداد الجيش الثاني الميداني وحصاره. وأطلق العدو حينها على مدينة الإسماعيلية فيتنام المصرية لضراوة المعارك في المزارع وتشابهها مع مكان يقاسيه الأمريكيون في أدغال فيتنام. تحية لكل أبطال مصر في كل يوم خالد من أيام التاريخ.